اطلع تعود الله تعود يا رب اطلع يلا يلا اصحوا عجوا الجزر جوا سوى اوعى يلا معك يا رجل قدامنا حامي كيس طحين على ظهره ومتصايب الشاب اجى اخوه يسعفه قال له انا لسه بتنفس ودي كيس طحين لاهلي رجع لقى مستشهد اخوه مش هيخد يا ناس شادي سعد دلول من 7 الصبح قاعده هاي اللي استفدناهم نص مليون نفر على 3 مقاطيع مشهد حرام ويعني هاي اللي جايبينه يا عمي خود خود جاي علينا شهر رمضان خود خود وملع ان فيش سكر ليش توقيت ملع من ليش للسكر خود لمين هذولا اللي عنده عيلة وإلي على مدار الـ4 أيام متواصلات باجي والله ما برزقنيش فيه عشان خاطر هالأطفال اللي عندي وهالحجة اللي عندي هلا يا الطلاق ما في لقمة في قلب الدار اللي الله ما رزقني إياه ما في رجال ما في رجال تعرف تجيب اكل هاي تفرج تفرج على العالم على المجاعة تفرج على العالم والمجاعة هذه قاعدة تاكل تفرج على الناس بتاكل قاعدة. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.